السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بقناة بروفسوت فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة مشروع جديد من مشاريع الـ Open CV باستخدام بايثون. المشروع ده بتاعنا ده عبارة عن فوتبول بلايرز ديتكشن. ما مثلا المشروع بتاعنا يبقى عامل كده، ده الناتج بتاع المشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا بالـ Open CV معمول بالـ Open CV باستخدام بايثون، برضه استخدمنا شوية مكتبات تانية هنشوفها إن شاء الله في شرح الـ بروجكت. هنا احنا بنستخدم تقنية اليولو عشان نعمل ديتكت للبيرسونز اللي هي الاشخاص دي، وبنخش على مرحلة تانية. هو كذا مرحلة بروجكت، اول حاجة بنعمل ديتكت للبيرسونز هنا اللي هي اللاعبين هنا، بعد كده بندخلها على مشروع على موديل معمول هنعمله بالكيراس والتنسر فلو عشان يعمل كلاسيفيكيشن بس ما بين اللاعبين وبين الحكم. يعني مثلا لو انت شايف هنا مثلا ايه الفريق الابيض متلون باللون الاخضر والفريق الازرق متلون باللون الاحمر والحكم متلون باللون الازرق. مرحلة تالتة اللي احنا بنعمل ديتكت للبول الصغيرة اللي هي الكورة. ممكن انت خلي بالك يعني ايه اكيد في نسبة يعني خطأ او بايس في او لوزز في الكلاسيفيكيشن وفي الديتكشن وكده، ممكن تستخدم الجوريزمز تانية في انك تديكت مثلا تديكت البلايرز. مثلا ممكن تستخدم تنسر فلو اوبجكت ديتكشن اي بي اي، الباي تورش اي بي اي، اي اي بي اي تانية ممكن تعمل منها خلال ديتكت للبيرسونز بالصورة. طبعا ده احنا عندنا احنا بنستخدم الكاميرا الثابتة، يعني ده فيديو ثابت الكاميرا مش متحركة بتاعتنا. بعد ما نعمل ديتكت للبول هنعمل ديتكت للبول هنعملها بالماتش تيمبلت. الدالة اللي موجودة في الاوبن سي في هنعمل للكورة ماتشنج بالماتش تمبلت الموجوده في الاوبن سي في. بعديها بعد ما نخلص خالص كل ده بنعمل لهم بلان في الشاشه الصغيره دي، بحيث ان احنا ايه لو تلاحظ كده ايه طبعا في نسبه خطا. طبعا زي ما قلت لك ممكن تستخدم الجوريزمز ثانيه، حتى الكلاسيفيكيشن هنا يا بص ممكن ده بيتدكت الحذاء ده على انها بول صغيره، هنا برده في نسبه بايس هنا هنا. طبعا هو البروجكت بلان بيطلع لنا الفيديو ده لوحده الفيديو الصغير ده لوحده، انا دمجهم بس مع بعض بالكانتازيا. او ده مثال المشروع، ممكن انت تعمل امبروف بار طبعا للكلام ده كله تطلع معاك نتائج احسن. يعني اول حاجه معانا هنشوف النهارده ازاي نعملها باليولو. هسيب لك موقع الموقع ده بتاع باي سورس، دي قناه على اليوتيوب، القناة دي لو انت حابب برضو تفهم اليولو دي بتشتغل ازاي وبتاع، شرح للكود بالتفصيل احنا مش هنشرحه بالتفصيل بس همر عليه كده سريعا. انا بس عايزك تحمل بس الملفين دول من الموقع ده، هسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكريبشن عايز تبص برضو عليه، هو شارح الكود بالتفصيل وكاتبه واحدة واحدة، يا ريت تبص عليه عشان تفهم اليولو دي شغالة ازاي. بعد كده هنخش بقى على سبايدر، بنعمل مشروع جديد عادي و تعالى كده ايه شوية external file explorer. بعد ما تحمل الملفين دول هيجيب لك هنا ايه، هيجيب لك هنا الملفين دول تعمل استخراج، هنا تعمل unzip للملف الاول هيطلع لك ايه ثلاث فايلات، واحد اسمه google names و يولو v3 عفوا فايلين. اليولو اوبجكت ديتكشن ده تكست في الكود، هو حاطط فيه الكود لو انت عايز برضه تاخده كوبي بيست وبتاع، انا هاخده احنا هناخدينه كوبي بيست يعني. ودي صوره اللي كان شغال عليها في البروجكت بتاعه، احنا بس هناخد الكوكو نيمز واليولو في 3 والويتس ناخدها كده كوبي ونحطها في المشروع بتاعنا في الملف البايثون اللي انت حاطه فيها، تحط معاه المشاريع الملفات دي او ممكن تحط الباس بتاعهم هنا. يعني هتحط الباس هنا انا حطيتها بس يولو في 3 اللي انا بقول له انا موجود عندي في نفس الدايركتوري بتاع الملف البايثون، انت ممكن تحط هنا الباس بتاعك عادي. هو شرح طبعا الكود ده بالتفصيل بس احنا ايه يعني احنا معدلين في حاجه شويه حاجات كده بس ايه، احنا هنا بنجيب بنعمل ديتكت بنعمل لود لليولو قصدي، بعد كده بنجيب الكلاسيس هنا اللي هي البيرسون والانيمال والحاجات دي اللي هي بتاعت الكوكو والداتا سيت، بنقرا هنا ايمج فاهم، انا عندي هنا كذا صوره كده هنختبرها عندنا هنا او 1 2 3 هنا كده كذا صوره كذا فريم هنا.
بنعمل هنا ايه؟ كوبي بتساوي ايمج دوت كوبي عشان دي اللي هنرسم عليها، وبناخد الشيب من الايمجز. بعد كده بنقول سي في تو دوت دي ان ان دوت بلوك فروم ايمج، دي احنا بنهيئ الصوره بتاعتنا عشان ندخلها على الموديل بتاع اليولو. بنقول بلوك فروم ايمج، بنديله هنا الايمج بتاعتنا، وبنديله هنا الالفا بتاعت الايمج او المعامل اللي هيتضرب في الايمج. بعد كده لو هنعمل ريسايز الايمج هنخليها 416 في 416 عشان دي الموديل بتاع اليولو بياخد 416 في 416، ودي القيم اللي هتطرح في البي جي ار هنخليها اصفار، والترو دي اللي انت ايه هنعملها ريسايز، والكروب بتساوي فولس ان انت ما تقطعش الصوره. بعد كده بنقول من نت، احنا عملنا هنا نت بتساوي سي في 2 دوت دي ان ان، احنا كده عملنا لود لليولو حطيناها في متغير نت. بنقول هنا ايه نت دوت سيت انبوت للبلوب ده، بنحط له الانبوت ده. بعد كده بنقول نت دوت فورورد الاوتبوت بلايرز، الاوتبوت بلايرز ان احنا ايه هنقول نت دوت فورورد، انت دخل الايمج دي بقى على الموديل بتاعك بتاعت اليولو، وطلع لي الاوتبوتس بتاع اللايرز دي اللي موجوده في اليولو في الموديل بتاعك، بيطلع لي في اوتس متغير اوتس. طبعا احنا هنا بنلف بقى الاوتس اللي جوه هنا. يا ريت تقرا تشوف الفيديو اللي انا بتاع بي واي سورس القناه دي اللي هو ايه شارح بالتفصيل الكود ده. احنا بس في الاخر هنا ايه طبعا هو بيعدي عليه هنا بيعمل فلتر، بيجيب الاكس والواي بتاعتها وبيعمل فلتر للكائنات اللي هو اليولو جابتها. طبعا الاقل اللي هو السكور بتاعها اقل اكبر من النص بياخدها، الاقل من النص ما بياخدهاش. وبيعمل هنا ان ام اس بوكسز، دي اللي هي بيجيب بوكس واحده من البوكسات الكتير اللي هو موجوده في يعني لو كان معمول عليه كذا باوند بوكس بيجيب البوكس الواحد بس للبوكسز. بعد كده بس احنا هنا بنلف بس الكائنات كلها، لو الكائن الليبل بتاعه بيرسون بنعمل عليه بنرسم عليه مربع، لو هو بيرسون بس بيرسون ده اللي هو لاعب يعني. طبعا انت ممكن هنا تغير الصوره بتاعتك، مش شرط يكون ملعب، يكون اي صوره ثانيه عادي هيعملها برضه دايما ديتكت للبيرسونز. تعالى كده هنا من ران نقفل ده كده. استنى شوية، المرة الجاية بقى ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل كلاسيفيكيشن عن طريق الصور اللي هتطلع دي. هنعمل داتا سيت يعني، المره الجايه هنعمل داتا سيت لصور كتير من اللاعبين، بعد كده ندخل ندرب عليها الموديل بتاع تنسر فلو كيرس. بعد كده هنعمل ديتكت للبول من خلال تمبلت ماتش، بعد كده هنعمل للبلايرز والبول والحكام دي هنعمل لهم بلان في الشاشه الصغيره دي طبعا عن طريق برسبكتيف ترانسفورم. هو خلص هنا اهو وجاب لي دي اللعيبه اهي كلها، وجاب لي الحكام، لا الحكم هو ده اللاعب والحكم بتاع. لسه احنا ما عملناش خطوه الكلاسيفيكيشن، هنعملها المره الجايه ان شاء الله. بس ده كان اول جزء لليولو، يعني ديتكت اللاعبين باليولو.